اصطلاحات كان الشيخ الشيخي يا كساب سن تأويلك صدح اصطلاح الشيخ انه الشيخ الدوره كتبتي سكلنا مد افراد بقدري مد افراد بقدري اصطلاح كوبات وان تأويلك اللي هي تفسير المعنى تفسير اللفظي وبيان معنى اللفظي لفظي كان معنيه سئل العظيم من حيث المفهوم اللغوي او الشرعي او العرف العظيم وانا كي بديهن اهل السنه والجماعه يا مفسرين توضع مكة تفسير إطلاقا وحاكلوا اللي إذا التأويل كلو إطلاقا إن الشيء جا وحي كوب لما أنتون على عديسه وأنا الله بقي بوت الله بقي مش هقولي تأويل الأمر والنهي وتحقيق اللي وجدته تأويل الأمر والنهي شيء اللي هو أمري مركات صميسو حان ده هاي أمر كي تأويل كزوا ما حي واصمين تاب هبر أورو تكان كوري هذا هو أمر ما تأويله وإن تسميسه مأمور به وحي آن كفراء تسميسه فإذا تحقق الفعل محال لين هاي وحال لها لي تأويل الأمر وحان كوري الزنادة إيا بنتي حارانتي إسكادة وات كي استكتوه إسكادة يسي محال لها لي تأويل النهي التأويل وامح ومنتهى إليه الأمر في الخارج والواقع شيء اللي كفريها دي أتدي سؤال سميسه كي لغا ريبنا اد كتكتو وحاد سميسي هي نبي محمد بالغري ولغري فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا مركو تكون واجد ان محب الله بين يد اللهم ربنا سبحانك اللهم سبحانك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي عائشه ما حي تري كان يتاول القران تاول كان ما حي وحي لا امر النبي هرجليي او دقن جليي وتاويل الامر فعله وتأويل النهي تركه إذن تأويل بهذا المعنى وقيمة وحكم قيمة بمعنى تحقيق المخبر به خبر بالوشي وحاسا دع دونا لغيري وحاسا إيمان دونا وحبا دعي حان لين هو تأويل الخبر نبي الله يوسف كريوضي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد بعد 40 سنة عند أهل التفسير 60 سنة وابا الله شيخاي أيها وحاد عين نفس القضية أبيه يولاله يهويدي أيها سجودي مركي لوكول مان في مصر أصوغ بقرة أما وزير قاشان دقيدة أما أدون قدام باهيست مرحولي هذا تأويل رؤياي من قبل تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إذن محين نقطة تأويل الرؤياي وحي واهر الله الشيغي أمال الله أركي لسوغي يي مركو دعاي محون نقطة تأويل الخبر إلهي باقيامة إنو الشيغي ندعي دونتو وجنة للأمومنين تقلي دونان أهو النار كنار تقواحي دونتو مركي هو شاد على محان لين هاي هذا تأويل الوعد والوعيد تأويل خبر الله ما معنى هنا لابا إنو هنا كليه لابا التأويل بمعنى التفسير بيان المعنى التأويل بمعنى تحقيق الفعل أو تحقيق المخبر عنه في الخارج شيء قال ورهم يقول وقوع شيء وقوع المأمور به أو وقوع أو ترك المنهي عنه أو وقوع ما أخبر عنه خارجا لبضع سبحانه وتعالى هاي ولا معنى التأويل بمعنى بياني هي معنى اللفظ وتفسير ليدا تأويل بمعنى تحقيق الشيء في الواقع وفي الخارج في ثاني الحال سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو خبرا لا بس ما تأويل كي شيطاني هاي صد هذا يمغان متكلمين تو وإن لفظك صرفه اللفظ عن المعنى الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة أو لدليل يقترن به وظاهر كإن لقال لحظه لول لحظة معنى أن ظاهر أهين وخفئة قرائن يأدي لك أنت اللغة اللحظة اللي يجي هذا كان هو تأويل كي مصطلح هاي عرفك عند أهل الكلام وغيرهم والأصوليين والأصولي وتقرن الإنسان صدح صومها صدح صوم الشيخ هذا الشيء قدونا تأويل صدح أفراد بشيخ خش يكتب السكلة من أفراد تعرفك أصولين تو باطل ما كان لك في الصفات في الصفات ما كان لك قال هو باطل أنت كلوا في عينه وككلو هو وتأويله بمعنى التفسير هو ككل النصوص تقل هي وتأويل بمعنى التفسير متكن أي كون ربان في الصفات والأسماء
وأكيد تحريف كائد قرن ليس كائد كإلالي معناها أفراد الشيخ الشيخ وإن حكمة خفية على عديو الحكمة الخفية للأشياء بيان الحكمة الخفية وأتيت أحمر النبي الله موسى هي خضر والراجع عنه النبي يسوى قبط محوري ذلك التأويل ما لم تستع صبرا إذن دور قرب سوء نبي الله موسى هي نبي خضر مكه ورحمرين فالك أوسمي خضر دونتي ويلكي دربي قدومها هي قوله بخلاء يكسح ده هوله ورن محوري تأويل ما لم تستع عليه الصبرة تأويل ومحي وحكمة أنكلها بيان الحكمة والغايات الحميدة للمأمورات والأفعال وأصنوع حالي هذا تأويل أفرت معنا واشيق الشيخ إم الوزير اليماني كتاب إثار الحق على الخلق إيه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان مركو صد تدمرية قاعدة رنبو سيد سوكوري قاعدة رنبو تدمرية سوكوري قال الشيخ السلام تقول يوكيانا مركز الشيخ معنا صدحات بك معنا أفراد إله أنا جي إفرى بك تجيبون مرضو كورد آد بسوا سكوا أمانة مثل هذا أيضا ما حد كليه دي مدن أفراد بوشيء شو خد الصدح بس من شيء تجن حكمة بوشيء مركز شو إلهي متو أنا إفرى ويا شيخ نواكت تجاي فضل الله عندنا ومحرنا ساهو شو مركب محاد قلي دي وعلى قاقور مرة شيخ وحكوش كتب تيسو رمبو كوش خاصة كتاب السفادية إنا انقاران شعلا ينسو تقوريو صفحة دي ما أركاد ميل بانكو تعليقية أنا ومركب انقاران في رندونا إن شاء الله تعالى إذن أفرتاشي هرتب الهلا وقاد وحايسو هاري تأويلك إنت النوع اللي قد لاقوا إسلافة نصوما وحايسو هاري تأويلك مردود معها بال بالإطلاق وليس مقبولا بالإطلاق وهذه قاعدة إجماع شيء كل تأويل لا أقبلين جميع الطوائف باقبة كل تأويل سنباطل هين جميع الطوائف باقبة وحل سواء يوانك وامح التأويل الصحيح تمييز التأويل الصحيح من التأويل الفاسد انت أسأل سواء تأويل كمركة صحيحة أفر شرطي بوليه أفرض شرطي بان دريرنا يا كدبنا وفصحي وذاتك عشر كأخرنا يجي شرطي يا كوبات أن يكون اللفظ المراد تأويله محتملا للمعنى المؤول إليه لغة أو شرعا أو عرفا ومهم جدا شرطي قاس شلان إذن سوى الشيقي تأويلك إنو سنقلين هي حقي سنقلين يا محمد تأويل في النصوص التأويل لا يريد في النصوص وإنما يريد في الظواهر المحتملة لأكثر من معنى شرط أن يكون اللفظ المراد تأويله محتملا للمعنى المؤول إليه لغة أو شرعا أو عرفا لفظا ينص كان إذا يدى الله هو أن أوليه ومعناها ظاهر كان كلي حينيا ومعنى كان أولي حينيا هرت وإنه أقبل كره معناها أولي حينيس وإنه يلي كره هذا نقول تلك عشرة كاملة وحلقة هذا خمسة لوجي ذا هذا ليه ذا؟ هذا كريف بنقوله لأنه ما أقبل كره نسكو شرط قلبات ألا يكون في السياق قرينة مانعة من التأويل ألا يكون في السياق النص وما هو حكو حيرا سواق لحاق سياق قد جيسا ألا يكون في السياق قرينة مانعة من التأويل كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى بديد يسا نظر كان لغو تأوله بمعنى الانتظار عزلة وحيدة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة منتظرة فضل إله إيه جنة إلا قيه سوقه يكرن هيا النظر هنا ومن الانتظار لا من النظر إلى الشيء حال يجري إلى إيه النظر هذا إسراعان لا يكون إلا النظر البصري وهي قرينة مانعة من التأويل إن هذا فانتين بال يا في الهاية شرط صدحات وإن له قرين تأويل كما كان أوليس ظاهر النص أوليس قرين وجود دليل أو قرينة معينة
لإرادة المعنى لإرادة المتكلم. وجود دليل أو قرينة معينة لإرادة المعنى المؤول إليه. طيب وإن له دليل أما قرينه كتص معينة برد بيسو حقيقين يسمعان هذا هو أول شيء لو تشيده معنى هذا أول شيء وجود دليل أو قرينة معينة للمعنى المؤول إليه اللفظ معنى معناها اللفظ قال له أول وإن قرينه الله له أنا أسكيد يدوم روحوا دكور أنا اللفظ أولي محدو أوش هذا هو احتماشا واحتماشا إذا ظاهر ببقاها معناها كلام حدو قتلت دليل شرط قدام بيا أن يسلم دليل المؤول من المعارض المقاوم دليل كلو خارجي أدو قرينات كنسات وحتى القرينة وحيلات أوليزا لفظ يعني إن معناها اللي وجد يتصيصا لا معني هذا أقول ليه حسي قرينا أو كان ستوحد وكوري ما دليل كحق بدن قرينا وباطل ما كلنا أن يسلم دليل التأويل من المعارض الأقوى وبالجملة مرك أفر تاشر دول لسوك يعني محاك صباحا هي أفر تاشر دول لسوك يعني وحاك صباحا هي ألا يكون النص صريحا في معناه إذن تأويل ما قالوا في النصوص وحوق له في الظواهر معنى البدن احتماشا مثال هل مثال بين كود رياسات وفانتا قرآن قو حكو يمت نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم وحال لنا أن نقول نسوا الله فنسيهم هنا وحال لقوة تركي نسيان كل ما معنوه النقضة تركي نوان نقضة شيء لقات تقنوان نقضة شيء لها فأم الله المام أم الله سهوينا والنقطة لكن آيات وحي صريح كتان لنا هاي في التركيب يب صريح كتاي وقيل اليوم أن ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم لماذا طيب محاود أتلا هذين لأنه يحتمل الترك هي النسان كبا آيات وآيات وإحتماشا حالينها قرينة مانعة قرينة مانعة من التأويل أو طمها إنه قرينة مانعة من التأويل أو طمها إنه كو لفظ وإنه احتمال معنى اللول اللي حين شرط بها هو أن يقصه بالله أن يكون اللفظ المراد تأويل محتملا للمعنى المؤول إليه هذا أنه نص الله أي تركوا بانكو أول ما احتمالها في اللغة واحتمالها قرينا مانعا من التأويل وترك اللغة فاستلميات هيسا ما كان ربك قرينا ما دليل بانكات تكريغان دونا قرينا مانعا من التأويل وإن نص الله ترك كفر سر نود دي دي سميات هيسا ما هيسا طيب محايي سوهري دليل دليل بان هيستا إن سيدا كفر سره وترك كفر سره واجبنا وإلا بالدليل منه وإجماع مدنو حوي وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا ودليلك واجبنا يا ان نسيا كحن بارو ترك ان كحن بارو اي اجماع الامه ان النسيان ونقصان في حق المخلوقين وكل نقص في المخلوق فالله أولى بالتنزيه عنه صومين صومرين إذن تقول كي إذن آيات وحين نسكت هاي ترك من نسكت هاي لماذا معناها ترك آيات لفظه هو احتماله قرينا مانعا من الترك اللي ما هي دليل الترك وان هي معارض مقاومة مجر موضوع صعونا شروطنا هذه لفانا إلى تايش أفرطة هاي نسوا الله فنسيهم أي تركوا الله فتركهم اليوم أن ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم جهنم الذي كتبها يا يوم معناه القرآن كان عدي وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى والنسيان نقص في حق المخلوق فالله إذن شروط تأويل كأنه لوام حي وتأويل أهل الأهواء أما التعطيل أو التجهيل أو التخييل.